وحدة الخدمة الفرعية هي من الشعبر الرأسية المرتبطة بمكتب السيد المدير العام، يقع على عاتقها إصدار القرارات كافة التي تعني حياة الموظف طيلة فترة حياته الوظيفية، بدءا من أول قرار بقرار التعيين، وتتولى أيضا وحدة الخدمة الفرعية إصدار قرارات تغيير العلامة الوظيفية وإضافة الشهادة واحتساب خدمة المحاماة والخدمة العسكرية في الأجهزة الأمنية، وتتولى أيضا احتساب مدة الفصل السياسي، وتصدر أيضا من وحدة الخدمة الفرعية عدد قرارات الترفيع وقرارات نقل الخدمات بين الوزارات وداخل الوزارة بنفس التشكيل. ويقع على عاتق وحدة الخدمة الفرعية أيضا المخاطبات الرسمية التي تخص موضوع صحة صدور الوثائق، وكذلك قرارات تصدر من دائرة صحة نينوى الخاصة باللجان الطبية. من الناحية الإدارية، وحدة الخدمة الفرعية متكامل من كافة الأعداد الموظفيها، ولله الحمد بأن وحدة الخدمة الفرعية لا تواجه أي معوقات في عملها، وذلك كله بفضل جهود السيد المدير العام المحترم ومتابعته اليومية لعمل وحدة الخدمة الفرعية. محمد محمود الزبيدي، مسؤول وحدة الخدمة الفرعية.